مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع شركة تراست بروبرتي للعقارات في تركيا. اليوم رح نقدم لكم فيديو جديد ضمن المجمع السكني بتصميم مميز بأسعار منخفضة جدا، منطقة محمود لار من مدينة ألانيا التركية. هلأ خلونا نستعرض سوا شقة العرض ضمن المجمع بتخطيط 2+1. رح نبلش أول شي بباب الشقة مصنع من الستيل، بيمتلك جزئين من التصميم المميز، بحيث جزء منه من الزجاج الداكن والجزء الآخر مصنع من الحجر. جميع العقارات مدينة تركيا تباع وهي خالية تماما من الضرائب المالية. مدخل الشقة بيحتوي على خزانة خشبية كبيرة. مثل كافة الشقة المطبخ بيمتلك تصميم مفتوح على غرفة المعيشة. تم تصميم المطبخ بأكثر المواد ذات الجودة العالية المصنعة من الخشب، بالإضافة للخزائن المطبخية الواسعة ذات اللون الأسود الداكن مع حوض المطبخ المصنع من السيراميك. الشقة ضمن المجمع تباع وهي مجهزة بالكامل من جميع الأدوات اللازمة المدرجة بالسعر، من السيراميك على الأرضيات والجدران من الحجر الصلب المتين، بالإضافة للأضواء بالأسقف. يمكن الوصول أيضا من غرفة المعيشة إلى الشرفة الواسعة اللي بتحتوي على مخزن صغير. غرفة النوم الرئيسية المصممة بشكل مميز جدا، الجدران والأسقف والأرضيات الخشبية والأضواء بالأسقف، بالإضافة لإمكانية الوصول إلى الشرفة من غرفة النوم. غرفة النوم الثانية اللي بتضم سرير وخزانة للملابس. الحمام واسع ومصمم أيضا من مواد ذات الجودة العالية من السيراميك، بالإضافة للمرآة الخشبية وباب الدوش المتين. مجمع بيحتوي على بنية تحتية مميزة من بركة السباحة بالهواء الطلق، مركز اللياقة البدنية والساونا. شركة تراست بروبرتي دائما تقدم لكم أفضل وأفخر عقارات على ساحل البحر الأبيض المتوسط بأسعار منافسة في تركيا. ولا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني مشاهدة أحدث وأجدد العروض www.trustproperty.net.